كما كنقولوا كاين مشكل كاين اكيد كاين الحل، والحل بما اننا كنا مؤمنين هاد الناس وهذا راه واجب ديالنا، حنا ماشي كنمنوا اننا كنا مع هاد الناس، هذا راه واجب ديالي انساني وما يكون واجب ديالي السياسي، واجب انساني حتى ملي انني نكون مع هاد الناس ساعه الحريق ونقدمهم يد المساعده من الترانسبور، وكنشكر هنا النقل المدرسي اللي كان معنا من اتازيد في العمليه، كنشكر الكيران، كنشكر المعدات ديال المجلس ديال الاقصى الكبير اللي مساكن ما نعسوش الليل النهار، هادو هما النجوم، هادو هما جنود الخفاء اللي ما كيشوفهم حتى شي واحد، وبقايا المدنيه، السلطه الشخصيه العامل اللي حتى هو الله يحسن العوان، كانت 20 منطقه، انا نقول لكم نهار الخميس اللي كنت انا في 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 في, في دوار ملان، كنشوف ديك الحرائق كتزاد بواحد الوتيره جد 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 سريعه. كنعيط للسيد العامل كيقول لي هو في العريش 20 نقطه في الحريق كيواكبها واحد الشخص، وحنا شنو حنا كنضغطوا، حنا ما عارفينش شنو عندي ديك الشخص كنضغطوا، حيت انا كنكون مع الساكنه هو يصلي الدوار، هو يحرق لي ولادي، هو يحرق لي، هذا مشكل. وكانوا الغريب كيقول لك الناس كانوا تاخرات، طائرات كندير كانوا كذا، كانوا تاخرات في الوقايه المدنيه، اذا كانت عندك بلاصه وحده فيها المشكل العيب عليك، ما نقولكش عندك الحق، ولكن اذا كان المشكل في عده اقاليم في عده مناطق في وقت واحد راه الله يحسن العوان. بالنسبه للصراحه احد المنابر الاعلاميه والله العظيم انا ملي شفتك يعني صرحتي يعني كما كنقول الحمد لله تورشت درت شي الدموع، لاحظت فيك انك دابا انك ملي كتبغي تصرحي كتجدي الناس اللي كتعاني عينك كتعرف الدموع وكتبغي تضرب في الدموع، كيفاش كتحسي من ناحيه ديال الناس؟ تبغي تضرب في الدموع في اللحظه اللي كنا كيجي الموضوع الحرائق بحال اللي قلت قبيله في الكلمه ديالي، هذا الصبور ديال الموضوع انا شفت شي فيها ساعه واحده مزيان، الحاجه اللي كندير هي كنقلق، بقيت كنخاف يرجع لي هادشي اثر عليا نفسيا، يعني نقدر بحال اي واحد كنمشي دابا مره قبيله عليهم يبكيو الناس، ما تبكيش مع الناس عاد تمثل على انك كتبكي عليهم، الدموع ما يمكنش واحد يمثل في انه حزينه ولا انه كيحس بديك الشخص، راه دابا راه كنبقيت كنحاول بعد شويه باش ما نبكيش فيما نهضر نبقى نبكي فيما نبقى نبكي، يقول لك ها المراه هي ضعيفه وها المراه كاع ما كنبغيوشكم في السياسه، ها المراه حيت وحيت وحيت، لا المراه قويه، شوف المراه قويه، المراه الحمد لله ربي عطينا واحد الطاقه نقدروا نتحملوا جميع الالم جميع، حيت كنمارسوا اي حاجه ملي كنديروها كنديروها بحب. شوف انا نقول لك اللي اثر فيا اكثر هي ملي كنشوف ديك هذه وقيله اول البارح السبت مشيت كنلقى البنيتات قد ما هما مزيونين حيت المجمله معروفين ب قد باقي فيهم باقي الاثار ديال الرماد ديال العافيه باقي موسخين وكتضحك معاك كتعطيك واحد الابتسامه، شنو تبتسم تبكي صعيب، دابا الناس كنقول لك الناس واخا شنو ما قدمتي لها ما كاينش اكثر من الدعم النفسي اما الدعم المالي، شوف لي حيدي لها الصحه حيد ليها الخسائر البشريه وانا معك في اي حاجه، هكا قالوا حتى القطاعات والجميل ان القطاعات الحكوميه والوزاريه هي مواكبه انا من 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 من, من ساعات الحريق في شخص السيد العامل السيد الولي اللي كان حتى هو اون بيغسون كان حتى هو واقف على الشده الفاده الوقايه المدنيه، جاء السي وزير الصديقي جات وزيره التضامن اللي قالت لنا ان التعاون الوطني دابا خصص 5000 قفه مواد غذائيه قفه زعما كل شيء لاي حاجه كتخص، وكذلك 5000 افريشه شوف كاين اعانات كبيره جدا، دابا انا كنضرب معكم بالنسبه يعني للمساعدات اللي تقدمت يعني اللي بغينا نعرف يعني شحال من منزل تحرق شحال من اسره تم الاجلاء ديالها من يعني المباشر ديالها حصل الاضرار يعني، وهناك مزايدات يعني حول الجماعات يعني المتضرره يعني ما الجماعات يعني اللي تعرضت يعني وحتى تم حصر الاضرار يعني والعمل والطريقه ديال العمل يعني في اللجنه اللي تكلفت يعني الطرق ديالها يعني واش مازال في الاشتغال يعني ولا مازال يعني واش كاين شي منهجيه ديال الخدمه باش يتم حصر الاضرار و... تم بالنسبه للاضرار كاين 169 دار اللي تحرقت اللي مشات 169 منزل اللي مشات اللي خصها اعاده الاعمار إعادة التنمية، إعادة البناء، ياك، عندك الجماعات اللي تقاسوا، جماعة بوجدية، وتا الضغط، والقلة، القلة ماشي بزاف، ولكن اللي تقاست بواحد الدرجة كبيرة جماعة بوجدية، اللي تقاسوا، ودابا الإعانات اللي كيجيو دابا ما فيهمش مزايدات سياسية، بالعكس، جاو شي إعانات دابا مثلا البارح،
كانوا جاو تبان جات 2500 زباله من عند المحسنين من عند رئيس الجماعه ديال سوق الطلبه. حيت الجميل ان الناس المغاربه معروفين عليهم الحس التضامن والكرم، كلشي باغي يقدم يد المساعده اللي برا اللي داخل اللي في الاقليم اللي في الجهه ديال 13 القسيمه اللي خارج الجهه، اي واحد باغي يقدم يد المساعده. اللي بغيت نقول لكم هو ان طبعا هذا الشيء خصو يكون واحد العمل يكون متكامل مع المجتمع المدني والمحسنين والدوله كذلك. علاش؟ حيت كاينه دواوير مشيت انا دابا حيت كنواكبهم يوميا، اللي دواوير اللي فيها تحط فيها كل شيء، كاينه فيها القفه فيها الماء فيها اعانات كبيره، كاينه دواوير حتى الساعه كيبقى لك ما توصلوش لا القفه لا الماء لا حتى شي حاجه. من هنا هناك ضغط تنسيق يعني على مستوى المدام ان ترتي يعني تضافر ديال الجهود ديال جميع يعني المكونات سواء السلطه والمجتمع المدني والساكنه. شوف يعني تفاديا تضافر يعني الجهود تفاديا هاد المزايدات وين يجي شي واحد يقول لك عملنا السياسه، حيت دابا السياسه ماشي وقت، السياسه باقي لها خمس سنين، ملي كتجي السياسه راك عارف نديرو السياسه هاد الساعه كندير لك اللي كيدفع على الحس الانساني فقط لا غير. بالنسبه دابا السيد العام المشكور عمل واحد الخليه ديال المواكبه ديال اضرار الحرائق، خليه في رئاسه السيد العامل ورئيس مجلس الاقليمي، وطبعا هما عندهم بزاف ديال الخليه تكون من عده مكونات، هادوما اللي يحرصوا على العمليه ديال التوزيع باش داكشي يمشي بلاصتو. وبالنسبه يعني للمساعده اللي تقدمت من جمعيه يعني جمعيه المدني للاغاثه، شنو اخر يعني يمكن لك تذكر لنا المساعده اللي دول مداشر ومساعدات قادمة ان شاء الله؟ شوف انا نقول لكم انا شنو مشيت فين مشيت. انا سبقت العزيب الفوقي ضرر بواحد الشكل كبير، العزيب السفلي ملي كنقول العزيب الفوقي العزيب السفلي كاينه بيهم واحد السته ديال الحومات، السته ديال الحومات كدوز عليهم كتلقى فيهم 12 دار 20 دار كنحطوا لهم اعانات. بدينا بدجلهم عندنا جمعيه اغاثه طبعا بالتنسيق مع جمعيه جود اللي كنشكرها من هذا المنبر هذا، عطاتنا افريشه واغطيه نهار الاول، موراها جابتنا التيو ديال الماء وجابوا لنا مواد نظافه حيت الجانب بزاف الناس اللي غفلوا عليه، حيت كان الناس كانوا لحد هاد اليومين هادي كانت الناس باقا ما دوشات حيت ما كاينش ما الانسان كيفكر في الاضرار اللي شاف ما كيفكرش في راسو خصو ينظف راسو. مواد الغذاء مواد النظافه التيو ديال الماء الزنك الخشب دابا حاليا دابا إذا بقيتو معنا شوية غيوصل جوج كاميونات فيهم 200,000 تيو ديال الماء، 200,000 تيو ديال الماء، وعندك 50 سيتر ديال الماء. سيتر شحال من لتر؟ سيتر لا 50 سيتر، سيترنا 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 50 سيتر ديال الماء، وعندك وعندك 5,000 فيها يعطيو الناس الماء، وعندك 5,000 حوايج دراري صغار جدادين بالتيكي ديالهم. بغيتو تواكبونا اكثر غدا 9 الصباح حتى مع عمليه ديال التوزيع، غنكونوا في دعاء انت لا غتكون عندنا من دعاء نتمكن نمشيو كنمشيو مداشي باش نفرقوا هاد الاعانات هادي، وما نقولكش ان هادشي كافي. نعم يعرفوا الناس هو من غير العمل الميداني انت كنت متواجده في الميدان، وهذا هو اكبر هذا يعني في التماس مع سواء مع الحريق ولا مع الساكنه، بالاضافه الى ذلك المنهجيه اللي عملتها يعني في مثلا التواصل ديالك سواء بحال يعني مع الجهات المعنيه او المختصه يعني بالتدخل يعني اللي عملتيه. وكانت عندك واحد الشجاعه يعني كتواجهي مكان الحريق والحرق كان مهول يعني بزاف يعني كانت كامراه يعني صعيب انك تواجهي في ذاك المكان وانت اصريتي وتواجدتي في ذاك المكان، مع انك ذاك النهار كنت مشيتي للملتقى الجهوي جات خنيفرة بني ملال، ومن رغم انك اصريتي انك تواجدي في مكان الحريق. مكان الحريق بدا نهار الاربعاء في الليل، مشى كان نائب البرلماني محمد سيوك لواكب الناس، حنا قلنا الحريق يمكن له بقايا مدنية تبرد الطوق طبعا والمواطنين، حيت كنشوفوا داك الشيء دالع بواحد الطريقة كبيرة بزاف. نهار الخميس الصباح شديت الطوموبيل مشيت خديت الماء ودزت الماء عمرتها بالماء، المهم شويه ديال الماكله الخبز والتون وداك الشيء، قلت شفتي الحراره العافيه شفتي العافيه لاباس نقول ديت هذا الشيء، قلت انا ما مشيتش بيدي خاويه. اللي كنتلقى الناس في الطريق اللي كنعطيهم الماء كنقول لك خذوا شربوا سيروا كبوا، المهم ماشي مشكل. مشيت في الاول دوار المهم مشات لي ماشي العزيب،
أول دور كانت قص، مشيت ليه هو الأول جلست مع السكينة سمعتهم العيالات وحتى الرجال مشيت عندهم، أنا واقفة كنشوف داك الشيء كيتزاد. هو مرة كنت مشيت لبوج ديان؟ لا شنو الجامعة اللي مشيت ليها الأولى؟ كنمشي لبوج لا لا حيت قلتي أول مرة مشيتي شي لا سبقت واحد الجامعة اللي كانت طفات فيها العافية، مشيت نهضر مع السكينة دابا كانت الجامعة اللي مشيتي باش نعرفوا من وين وثقوا هذا الشيء هذا، الجامعة الأولى اللي مشيتي ليها. جامعة بوج ديان، جامعة كانت جامعة بوج ديان. من بعد مشيت لدوار أملال. كان حميمون دوار أملال. يعني في بوج ديان انت هي. ديك في أملال. الحريق كان في الأول دوزنا شوية بطريق. كان الحريق شوية. حتى كنشوفوا بعد ربع ساعة ديك الطريق اللي دوزنا منها تسدت. ما رجعناش من ديك الطريق. مشينا عن طريق الحرارة. طريق أخرى باش قدرنا نرجعوا. من بعد وقتاش رجعنا. بعد ثلاثة سوايع بقيت مع الناس تما الوقاية المدنية. حيت شفت إذا كنت شفت التصاور داكشي كان خطير جدا مهمل وكينتشر بواحد الطريقة خطيرة. زدنا حنا شوية دوال الحرارة خمسة دقائق زدنا كنلقاو طاحت العافية من هادشي ومن هادشي. تسدها أنا حارق. أنا نقول لكم حاجة ما تقولش أنا داكشي عمل خارق ولا شي عمل بطولي هادشي والله ماكسيم بغيت نسمع. أقل ما يدير هو داكشي أقل ما يدير هذا شوف هذا واجب. ما عندي عش واحد يسميني زين دارت انا استغربت ان بزاف كيشكروني على هذا العمل هذا راه عادي هذا هو المنطق هذا هو المعقول ما شنو واذا ما كنتش انا مع الناس ديالي فديك السماء من هنكون شنو جمع من هنكون هذاك هو الاصل اصل وقت نكون ونواكب الناس عن قرب حيت انا ملي نهضر مع المسؤولين نقول لهم انا في داري ولا كليماتيزور ولا العافيه تقيس الناس ايوا متاكده شفتيها مشات قال له السيد ورانا مع العافيه راه غتقصنا هنايا بصراحه زعما والمحنه ديال الاسره ديالك كامله يعني الاسره ديالك انت والزوج ديالك يعني حتى هو الاسره ثم كلكم عندكم مهام يعني برلمانيه ويعني في اقليم وداك الشيء يعني شنو هي المحنه اللي واجهها الاسره يعني في هذه الظروف هذه شوف بالنسبه لان رغم ذلك لم يتم اعتبار هذه المحنه وتم يعني السياسه يعني بحكم سرعه المزايات السياسيه شوف انا شوف مادام دخلت لهذا الميدان حياتي الشخصيه كتبقى ابر حيت انا اخترت نكون مع الناس التضحيه شنو كتكون؟ التضحيه كتكون على الاسره ديالك المواطن ماشي شغل المواطن كيعاودني نفس الشيء متو احسن تمثيل صافا على القضايا ديالو ماشي شغل هو هو ما يهموش حياتي الشخصيه قد ما يهمو حياتي السياسيه وشنو الانجازات اللي عملت انا هذا هو اللي مهم شوف انا قلت لكم دابا انا جيت نهار كامل وانا في الميدان في الدوابر مشينا دورنا مشينا من الدوابر الصفراء حتى هو مسكين حتى هو تقاس بزاف تعلم من كوبين تاعو من كوبين تقاس بزاف مشينا للعزيب العزيب السفلي مشينا للعزيب السفلي حتى هو تقاس بزاف دابا مشينا في الدل الكبير جينا مع الخمسه عيطوا لي قالوا لي كاينه حفل التميز واخترت انني نكون مع هاد الناس هادو شوف انا عرفت شنو بغيت تقول الظروف زعما اللي عاشت العائله ديالي مؤخرا كذا شوف الحمد لله ربي كبير ربي لطف انا ملي كنشوف ديك الطوموبيل كنشوف داكشي راه ما كنقدرش نحبس نتمنى ملي سولتيني السؤال راه ما نقدرش نتمنى نفس وما كنبغيش نشوف راسي ضعيفه انا مراه وام ولا كنتفادى انني تنبكي حدا المنابر ماشي من طبيعتي حتى من شخصيتي ماشي هكا ما هو شخصي كندعي فيه كندعي الله وكنقول الحمد لله جات الضيفه والحمد لله اللي ربي بالنسبه لحكم الالتزامات ديالك النائب البرلماني زين السيمو بغينا اخر سؤال نوجهو لك هو يعني واش كاينه شي تعويضات عتم العائلات المنكوبه والمتضرره العائلات المنكوبه والمتضرره واخر وطينا يعني شنو كتقولي للمنتقدين ديالك في مدينه قسنطره يعني واش غتكون شي استفاده من صندوق التضامن ديال الكوارث يعني غيتم تفعيل داك المرسوم يعني شوف الجواب غنقول لكم الجواب السيد الوزير صديقي مشكورني اللي جا عندنا سولته هذا السؤال قلت له كنظن ان السيد الوزير حان الوقت اللي تفعيل صندوق الكوارث الطبيعيه قلتها له قال لي السيده النائبه قال لي السيده النائبه انا هادشي كامل اللي سمعت اليوم من السكان حيت هو مشى عايل المكان على الكتب ماشي مشى تصور وشاف حالاته لا مشى سمع الناس سمع الشباب كيفاش كيدخلوا عرفتي كتفاجئ الشباب ديال الدول كيفاش كيدخلوا كيفاش كيهضروا الشجاعه كيفاش الشجاعه تيقول لك حنا خصنا هذه وهذه 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 واهم طالب اللي عجبني انا اليوم هو انهم بغاو يخدموا ونزيدكم عندكم 200 بوست اللي وعد به السيد الوالي انه يخدم هاد الشباب من المدارس المنكوبه غيخدموا في الوحدات الصناعيه بطنجه 200
زائد 500 ديال الشباب يخدموا في اوراش اقرب وقت ممكن. يعني عندك 700 ديال الشباب من مناطق متضرره هي يخلقوا يخلقوا مناصب شغل اكيد ماشي كافيه وهذه ترفع على المزيد. بعد ام واحد يخدم في الدار اعتبار المنطقة لأن احنا قمنا بزيارات منطقة توفر على مؤهلات اقتصادية يعني مؤهلات سياحية كبيرة. يعني هل هناك تفكير في إعادة الاعتبار لهذه المنطقة ويعني وتثمين هذا يعني الإمكانيات اللي كتوفر عليها المنطقة؟ شوف الوعود اللي قدمه السيد الوزير هو العلف القاطع قاطع ديال المواشي وانتم عارفين الكسيبه وكل شيء حتى هم العلف يزودهم بالعلف. التشجير واخا كياخذ وقت. الناس اللي ضروا من النحل ديك الصناديق النحل دابا اللي تحرقت يعطيهم الدعم ديالو يكون الدعم ديالها كبير. دابا ما يعطيهمش دعم مالي حيت دابا واخا حتى يعطيهم النحل ما عندها فين ترعى ما عندهاش فين ترعى النحل حيت دابا كل شيء محروق. طلبوا الله يا ربي يحب يرحمنا في هذا العام هذا ونطلب الله خير. هادشي هادي اهم دعوه في هاد الساعه. قلت لك التعويض على النحل كسيبه اعاده البناء ديال المنازل اعاده الاعمار. كنظن ان هادشي الحمد لله زعما باش الساكنه ترجع احسن مكان. كنظن وشوف هذا هو الرهان متاكده ان الساكنه تكون احسن مكان. وبالنسبه للنائب البرلماني زين السيمو يعني كنوجه لك اخر سؤال بحكم الالتزامات ديالك وكتسناك واحد الاجتماع ديال المساعدات الانسانيه الكلمه اللي كتقول لي للمنتقدين ديالك هذا اخر سؤال انا نجوز شفتك شديتي من المنتقدين لا حيت انت بحكم العمل يعني السياسي والانساني شوف اللي كتوقفي به وكتواكبي به نهار رد الحرق وانت واقفه في الميدان الا ودائما في المنابر يعني اللي ما عندهم قال اللي ما عندهم ما يدار ما شتيش انهم انتقدوني حيت انا كاين وما انتقدوش اللي كاع ما كانوا عرفت شحال حنا بنا برلمانيين في الجهه وفي الاقليم اش انتقدوها اللي كاين واللي كاع ما كاين هذا هو السؤال سولهم على خصهم تمشكوا علاش انتقدوا اللي كاين شنو خصنا نكونش باش ينتقدونا كاملين زعما زعما هي استثناء انا العمل ديالي هو الطبيعي شوف لهم اخرين اللي كاع ما كانوا شنو هو هذا هو الجواب وشوف ينتقدوا كيف ما بغاو نعم الانتقاد البناء نعم الاختلاف لان الاختلاف ليس في ودي قضيه نقول لكم ولكن ارجوكم حياتي الشخصيه مزايدات على حياتي الشخصيه ولا وليداتي كضرني بزاف ما بقيتش كنقطع عندك البوز كيبغي يعمل البوز يعني انا ما كنديرش البوز حيت انا ما عنديش قناه يوتيوب واش ندير انا بالبوز وانا نائبه برلمانيه والحمد لله وطالبه في سلك الدكتوره عندي 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 طموح انني ان شاء الله نكون استاذه جامعيه ونكمل في السياسه ما البوز ما عندها حتى كلمه البوز انا ماشي فنانه او لا يوتيوبرز انا ما عندي تعلق مع البوز شكرا نائب البرلمانيه زين سيمونات صرح لي دي سي دي لعلي شامبو شكرا جزيلا